الدكتور علي يا جماعة على التليفون. طيب دكتور علي، اهلا بيك. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بيك دايما. انه القايمة دي كانت حكايتها يا فندم، وتم تداول كلام عن انه في قايمة في الوزارة فيها 100 طبيب متورطين في عمليات ختان. لا والله، انا الكلام ده انا سمعت من المواقع كلها ان اتكتب على لساني، وانا قلت لكل اللي كلمني ان الكلام ده ما جاش على لساني خالص اساسا. يعني انت ما نفذتش حكايه زي دي لانها مش موجوده. انا كنت في اسبوعين في مؤتمر اللي هو الجي اف ام ده حضرتك، بخاص بالختان الاناث. ده مؤتمر دولي بتعمله اللي هم من تحت بيمسكوا، تمام، وكانت مشتركه فيه 11 دوله، كان في شرم الشيخ. لكن انا ما ذكرتش كلمه 100 دكتور والكلام ده، لا خالص خالص على لساني، لا. طيب يعني ده انت جاي من مؤتمر اهو، الوضع القضيه دي دلوقتي ايه في مصر يا فندم؟ يعني انتشارها مدى قد ايه؟ في مناطق معينه بتيجي شكاوى للوزاره؟ يعني بتفتشوا على عيادات؟ يعني لو حضرتك، هو دايما احنا عندنا في محورين في هذا الموضوع. اول حاجه اللي هو بيسموها باللغه البلدي في الصعيد اللي هي الدايه. دي زي زمان كان مثلا محلات الصحه بيطهر الصبيان، هي الدايه دي بتعمل ختان للبنات. تمام، ده الى حد ما قل جدا جدا جدا، وخاصه في الصعيد. يتبقى اللي هو القناعات الشخصيه وخاصه في القرى، مش شيوخ، ان لسه ختان الاناث ده حاجه تحمل انثى. فاحنا مصر من الدول اللي بتكافح كتير جدا، واحنا يمكن تقريبا من الدول القليله اللي اصدرت قانون في هذا الموضوع. والقانون جرم هذا العمل، وبيعرض الصحب للمساءله القانونيه وحبس يصل الى 3 سنين. تمام، واي طبيب بيبلغ عنه في هذا الموضوع، وهذا حصل في مستشفى واتقفلت تقريبا، الكلام ده كان من سنه. اتقفلت تماما، واي طبيب بيتمسك في حاجه زي كده، اول حاجه بيتحول للنقابه لاداب المهنه، تمام، ثانيا بيتحول للنيابه العامه، لان بيطبق عليه قانون عدم ختان العلم. طيب هقول لحضرتك على حاجه، يعني من يوم القانون، من مساله اجراء التعديلات على القانون وتغليظ العقوبه، احنا ما سمعناش، ما عرفناش، فلو كان حصل حضرتك قول لنا انه حصل. ما سمعناش مثلا ولا قرينا انه في تم عقاب طبيب. هل الظاهره خلصت يعني خلصت خالص، ولا في وقائع ما تمش الاعلان عنها؟ زي ما بقول لك، ده اساسا محتاج حوار مجتمعي اكتر منه اي شيء. لا يا فندم، انا يا معالي الدكتور، يا معالي الدكتور علي، انا مش بتكلم على انه ازاي نكافح الختان، لانه هو جزء منه ثقافه ومتداخل مع دين. لكن انا بتكلم في فكره الوزاره نفسها خلال الفتره بعد تغليظ العقوبه على الدكتور الطبيب اللي بيقوم بالختان. الظاهره تراجعت، ولا انتوا ظبطتوا حالات وما اعلنش عنها؟ كتير. لا يا فندم، الظاهره تراجعت كتير جدا، تراجعت جدا، يعني فوق ما تتخيل. هو بص، اقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا مبدا بيقول من امن العقاب اساء الادب. صحيح. وبعد ما العقاب بقى واضح وصريح وبتشريع وبقانون، لا ده رضع كتير جدا من الاطباء اللي كانوا بتسوي لنفسهم ان يعملوا الموضوع ده، اللي هو بحكم الجريمه. صحيح صحيح طبعا. صحيح. احنا بالنسبه لنا كوزاره الصحه واداره مركزيه للعلاج الحر، بننزل على خاصه المستوصفات بتاعت الجامعات الشرعيه والعيادات اللي هي بتبقى فترات. طب احنا عندنا ارقام يا دكتور وكده، بننزل نعمل حملات، بس اكتر لو جالي بلاغ ده بيبقى افضل. احنا عندنا ارقام، يعني نقدر نقول عندنا احصائيه مثلا لانه الختان الناس في مصر نسبته كام، ولا ما عندناش؟ تاني ما بص اقول لحضرتك حاجه، اي حاجه بتتعمل في الخفا عمرك ما تقدر تعملها ستاتيك صحيح. انا معاك في ده جدا. يعني الكلام انه في اقول نسبته قد كده، لان نسبته قد كده تبقى حاجه مرفوضه وحاجه واضحه. يعني الكلام انه الاحصائيات اللي بعض بيردد انه في 62% حالات ختان، ده كلام فاضي. لا 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 لا. صح؟ ما هو اقول لحضرتك حاجه، ما احنا لو قسناها بيننا وبين بعض كمجتمع، لا تراجعت بيعمل ختان لبنته، تراجع.
لا 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 تراجع لا ده تراجع بشده بصراحه يعني. ده حقيقي ده حقيقي. بشكر حضرتك جدا دكتور علي محروس رئيس الاداره المركزيه للعلاج الحر والتراخيص الطبيه بوزاره الصحه. شكرا جزيلا.